نكمل الموضوع، نقول الموشن يعني الحركة الزاوية، وناخذ مثال آخر the scaffold S يعني عندنا سكلة. هنشوف هذه هاي السكلة is raised by moving the ruler at A، يعني هاي ترتفع عنا بتحرك the ruler at A، يعني بهاي النقطة A اكو ruler to where the pin at B، طبعا باتجاه بن هذا B ruler يعني شلون قابل للتحرك، وهذا بن ما قابل للتحرك وانما يعني ما غير مكانه وانما فقط للدوران. فاذا هاي السكله هي ترتفع وتنخفض على اساس انه بالنقطه اي راح تتقدم منه. اذا تقدمت هذه السكله باتجاه النقطه بي راح ترتفع وهذه السكله، واذا راح تبتعد هاي الاي راح تنخفض السكله. فاذا هذا هو التحرك معها. If A is approaching B with a speed، في حالة أنه الـ A تقدمت لنا نحو النقطة B بالـ speed 1.5 foot per second، يعني مقدار السرعة، يعني تحركت لنا هنا بسرعة مقدارها 1.5 foot per second. Determine the speed at which the platform، يعني احسب لنا شكد السرعة at which the platform rises as a function of theta. platform هذه platform يعني حسب لنا السرعة at which the platform rises ترتفع كدالة، يعني نريدها السرعة كدالة للثيتا. The 4 foot links are been connected at their midpoint. فاللينكس هاي اللينكس مالها هاي هاي نسميها لينكس، فهي أطوالها هي 4 فوت، مطينا هنا 4 فوت، و connected بين connected يعني مربوطة سوية بيناتها بالمنتصف at midpoint في نقطة المنتصف ببن بن هنا. نشوف هنا هذا نتصور المسألة، راح ناخذ هنا المثلث، هذا المثلث قائم بالزاوية، طبعا المثلث هو هذا المثلث، ممكن ناخذ هذا المثلث، يعني نفس الحل إذا أخذنا المثلث الآخر. المهم هذا المثلث هنا الزاوية ثيتا، ها هي الزاوية ثيتا، والإكس هذا الإكس، وهاي هي الواي، والأربع فوت هاي الأربع فوت اللي هي طول اللينك. فلو نجي لكوساين ثيتا شو تساوينا من هذا المثلث، الكوساين الثيتا اللي هي المجاور على الوتر اكس على 4، الاكس نضرب وسطين في طرفين فالاكس تساوي 4 كوساين ثيتا. بس لو اجينا اشتقينا هذه المعادله اشتقيناها الى التي، فالاكس نشتقها للتي راح يصير دي اكس اوفر دي تي، يعني مشتقة الاكس الى التي. طبعا هنا التغير بالزمن الاكس راح تتغير، يعني احنا جاي نخلي السرعة هي مقدارها 1.5 فوت بير سكند، يعني بالزمن جاي تتغير. فهنا من جاي هنا هذه تتغير الاكس، شوف هسه هنا نوضح المسألة، شوف من جاي نخلي هنا سرعة، فالاكس احنا اعتبرنا هذه هي الاكس، هذه هي الاكس، هذه هي الواي. فهذا الاكس شوف كل ما تقدم النقطة اي جاي تتغير شنو قيمة الاكس، صح؟ فهنا من تتغير الاكس هذه الزاوية ثيتا ايضا تتغير، فاذا الاكس هي دالة للتي، دالة للزمن، وايضا الزاوية هاي ثيتا هي دالة للزمن. فمن نجي نشتق الاكس دي اكس لل دي تي يساوي هنا 4 هو كونستانت ممكن ينزل، ونجي لكوساين ثيتا، شوف الثيتا هنا هي دالة للزمن، فمشتقة هنا ايش راح يصير؟ ان الكوساين مشتقة هنا ناقص ساين ثيتا،
وبما أنه ثيتا هي دالة للزمن فمشتقتها مش راح تصير دي ثيتا دي تي، أوكي؟ يعني مشتقة الثيتا للـ تي. الـ دي اكس للـ دي تي هي السرعة، والسرعة باتجاه الاكس سميها في اكس. طبعا هنا سرعة خطية راح يكون هنا، هاي هنا سرعة خطية فراح نسميها في اكس ناقص 4 ساين ثيتا الدي ثيتا للدي تي هي الاوميجا، تغير الزاوية ويا الزمن هو الاوميجا، يعني السرعة الزاوية، تغير الزاوية ويا الزمن هي الاوميجا، معناها السرعة الزاوية. فنجي نرتب هسه الاوميجا تساوي لنا في اكس ناقص في اكس على 4 ساين ثيتا، راح نسميها هاي معادلة رقم 1. هاي معادلة رقم 1. بس لو نرجع لنفس هذا المثلث وناخذ الساين حتى نطلع العلاقة بين الواي والثيتا. ساين ثيتا شو يساوي لنا؟ المقابل على الوتر، فهذا المقابل وهذا الوتر، فإذا ساين ثيتا تساوي لنا واي على 4، الواي تساوي 4 ساين ثيتا. هسه من نجي هنا حركنا النقطة A، حركنا النقطة A نحو اليمين، إيش راح يتغير لنا الإكس؟ طبعاً التحرك مالتها هو دالة للزمن، هذا الإكس أيضاً راح يتغير ودالة للزمن، هذا الواي شوف من تتحرك راح ترتفع، فأيضاً هنا قيمة الواي هي دالة للزمن، فإذا بنشتق الواي للتايم راح يصير دي واي ور دي تي. 4 هاي الأربعة تنزل لنا ساين ثيتا، الثيتا شنو قلنا أيضا هي دالة للزمن، فالمشتقة مالتها راح يصير دي ثيتا دي تي، فهنا الساين مشتقته هو كوساين ثيتا ومشتقة الثيتا هي تي ثيتا لدي تي. فإذا الواي هي دالة للزمن والثيتا هي دالة للزمن، وجاي نشتق للزمن، فمشتقة الساين ثيتا هي كوساين ثيتا. شوف يعني من جينا قلنا مشتقة الساين ثيتا كوساين ثيتا في مشتقة الثيتا، فاحنا ما جاي نشتق للواي، لو كنا مشتقين للواي لكان هو واحد، ولكن جاي نشتق للزمن فراح يصير دي ثيتا دي تي. نفس الحالة هنا من قلنا هنا دي اكس دي تي، من نجي هنا كوساين ثيتا مشتقتها هي ناقص ساين ثيتا، ومشتقة الثيتا لو كنا مشتقين للاكس لكان عندنا قلنا واحد راح تكون، ولكن جاي نشتق لل تي فراح يصير دي تي دي دي ثيتا دي تي. هنا دي ثيتا للدي تي هي الاوميجا، فخلينا الاوميجا دي واي للدي تي، مشتقة الواي للزمن، مشتقة الواي للزمن هو السرعة، السرعة باتجاه الواي، وهاي اعطيناها معادلة رقم 2. فهسه لو نجي نعوض معادلة رقم 1 معادلة رقم 2، يعني هنا هاي الأوميجا مقدارها هو هذا مقدارها، راح نجي نعوضها مكان هنا الأوميجا، فش يعطينا الـ VY راح يعطينا 4 كوساين ثيتا مضروب بالأوميجا، الأوميجا اللي هي ناقصة في اكس على 4 ساين ثيتا، وهنا الأربعة راح تختصر، وكوساين على الساين راح يعطينا كوتان، فالناتج هو ناقص في اكس كوتان ثيتا. ايش مطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا بالسؤال هو speed determine the speed at which the platform rises as a function of theta. إذا speed كدالة للثيتا. فالسبيد هنا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا في اكس كوتان ثيتا، طبعا هنا الفي واي هو في اكس ناقص في اكس كوتان ثيتا، الفي اللي هي الفيلوسيتي، الفيلوسيتي طبعا كميه متجهه، فهنا انا اشوف السالب، يعني ممكن نخلي السالب والموجب بالاتجاه يعني هي متجهه، ولكن السبيد هي الكميه غير متجهة سكالر، فكمية غير متجهة، فراح نشيل هذا الإشارة السالب ونجي للـ Vx مقدار هي 1.5، راح يصير 1.5 كوتان ثيتا، فهذه العلاقة بين الثيتا وما بين الـ Speed، والـ Speed قلنا هي كمية سكالر، كمية يعني غير متجهة.
ناخذ مثال آخر. Align rotate in a plane with a constant angular acceleration. يعني عندنا خط مستقيم وهذا دارنا بالمستوي ب constant angular acceleration بتعجيل زاوي constant ثابت. ايش قد مقداره؟ 2 راديان بير سكند تربيع. During a certain interval في يعني في فترة معينة خلال فترة معينة the line has an angular displacement فهذا اللاين حصل ب displacement إزاحة زاوية angular displacement of 2 radian clockwise باتجاه يعني 2 radian باتجاه clockwise باتجاه عقارب الساعة while turning through a total angle of 10 radian وال total angle ايش قد مقدارها 10 راديان. Determine the angular velocity ايش قد الانجولار فيلوسيتي يعني السرعة الزاوية الأوميجا 0.5 second after the beginning of the time interval يعني بالوقت اللي يكون به نص ثانية من بعد بداية هذا الانترفل. يعني هو بالحقيقة ان هذا اللاين هو جاي يصير ب دوران اوكي هو جاي يدور لنا ولكن بانترفل معينه يعني بفتره معينه صار عنده انجلر اكسلريشن 2 اوكي وديسبليسمنت 2 راديان كلوك وايز فبفتره معينه صارت عندنا هذه الحاله اللي هو هذا الاكسلريشن وهذا الديسبليسمنت يعني هو أثناء الدوران. فالمطلوب من عندنا من بعد نص ثانية من بداية هاي الانترفل مطلوب من عندنا الانجلر فيلوسيتي ايش قد السرعة الزاوية بعد نص ثانية من هذا الانترفل وأيضا مطلوب the length of the time interval ايش قد طول هذه الانترفل ايش قد المدة الزمنية مالتها. فحتى نحل راح نجي راح نفرض انه بدت انه التي نوت مالته هي صفر والثيتا صفر والاوميجا نوت الانيشال راح تكون صفر والبوزيتيف دايركشن هو باتجاه عقرب الساعة. الديسبليسمنت من نجي يعني بهالانترفال الانترفل ايش قد الديسبليسمنت هو 2 معطينا اياه بالسؤال 2 فالديسبليسمنت شو يساوي لنا هو التغير يعني التغير بالثيتا ومساوي ل 2 والتغير بالثيتا هو الثيتا 2 ناقصا الثيتا 1 تغير بالثيتا فنجي الثيتا 1 ايش قد مقدارها ناقصا الثيتا 2 الثيتا 2 عفوا ناقص الثيتا 1 راح يعطينا مقدار التغير بالزاوية. فإذا ثيتا 2 راح تساوي لنا هي ثيتا 1 زائد 2. يعني هنا 2 تساوي ثيتا 2 ناقص ثيتا 1 والثيتا 2 راح تساوي ثيتا 1 زائد 2. Total angle turn ايش قد التوتال؟ شو تساوي لنا التوتال؟ طبعا الثيتا توتال هنا يعني ما عندنا انه السرعة الزاوية حتى نقول انه وصلنا الى مسافة ورجعنا يعني الى تايم معين وصلت السرعة الزاوية يعني جاي تدور باتجاه معين وبعدين غير اتجاه فناخذ القانون العام اللي هو ثيتا تي التوتال يعني تساوي لنا الثيتا 1 زائد ثيتا 2 ومقدار هذا التوتال معطينا اياها هي 10 فمن عندها يعني هنا نقدر نعوض يعني هذا المعادلة ثيتا 2 هي تساوي ثيتا 1 زائد 2 نعوض عن ثيتا 2 بما يساويها هنا نعوضها فراح يطلع لنا 10 يساوي ثيتا 2 اللي هي ثيتا 1 زائد 2 زائد ثيتا 1 فنجي نحلها راح يطلع لنا ثيتا 1 مقدار ثيتا 1 هي 4 راديان هنا نعدليها طبعا ايش قد مقدار ثيتا 1
مو 6، وإنما مقدارها هي 4 راديان. نجي نحلها هنا، ثيتا 1 مقدارها 4. استخرجنا 4، ممكن نعوض هنا أو أي معادلة راح نستخرج ثيتا 2، فإذا ثيتا 2 راح تساوي لنا 6 راديان. إذا الإزاحة الأولى هي ثيتا 1 4 راديان، والإزاحة الثانية هي 6 راديان. هسه مطينا هو كونستانت اكسلريشن، انجولار اكسلريشن. بالكونستانت انجولار اكسلريشن معادله مالته هي هاي الثيتا تساوي ثيتا نوت زائد اوميجا، طبعا هم دبليو، انما اوميجا نوت في التي زائد نص الفا في التي تربيع. هسه لما تكون الثيتا 1 نعوض بالثيتا 1 اللي مقدارها 4، فايش قد التي اللي راح يعطينا؟ فالثيتا نوت احنا كنا اعتبرناها هي صفر، يعني بداية السؤال قلنا ثيتا نوت تساوي صفر، يعني بداية هاي الانترفول راح تبدينا من صفر. والاوميجا ايضا اعتبرناها، اوميجا نوت اعتبرناها صفر، وهنا 0.5 في الاكسلريشن، نيوكلير اكسلريشن مقدار 2 مطينا اياه في تي 1 تربيع، يعني تي عند الثيتا 1 راح تعطينا 2 سكند. بعدين راح نستخرج الثيتا عند يعني التايم عند الثيتا 2 اللي مقدارها 6، فاذا راح يساوي لنا ثيتا نوت هو 0، اوميجا نوت 0 زائد نص، والاكسلريشن انجلر اكسلريشن 2، والتي 2 راح تساوي لنا 2.449 سكند. فإذا استخرجنا الوقت اللي بي ثيتا 1 والوقت اللي بي ثيتا 2. هسه شنو مطلوب بالسؤال؟ انجلر فيلوسيتي من بعد نص سكند. شو تساوينا انجلر فيلوسيتي؟ هذا القانون مالته اللي هي الاوميجا تساوينا اوميجا نوت زائد الانجلر اكسلريشن في التي. فشو تساوينا الاوميجا نوت هي صفر، لا زائد عندنا الاكسلريشن النيوكلير اكسلريشن 2 مضروب في التي، التي اللي عندنا تي 1 هو 2 زائد 0.5، فهو مطلوب من عندنا من بعد 0.5 من بداية الانترفال، بداية الانترفال هي 2 سكند، فعندنا 2 زائد 0.5 راح يعطينا الاوميجا هي 5 راديان بير سكند. مطلب الاخر اللينث of the time interval، فايش قد اللينث للتايم انترفال، ايش قد طولها؟ لينث طول of the time interval يعني هذه الفترة شو تساوي لنا؟ التي راح تساوي لنا 2 زائد 2.449 سكند، ف راح تساوي لنا 4.449 سكند.